اهلا وسهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج صائد النجوم. حلقه جديده وموسم جديد ومذيعه جديده، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. معاكم مي البدوي النهارده اقدم معاكم البرنامج، والنهارده اجازه الدكتور حاتم عسكر. انا اللي هقدم بداله البرنامج، هنناقش مواضيع جديده ومواضيع مختلفه. يا رب يكون عند حسن ظنكم ونقضي سهره حلوه مع بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكل اعزائنا المشاهدين في كل مكان. برنامج صائد النجوم، طبعا الاستاذه مي النهارده بتشرفني في البرنامج وقالت اننا اجازه، احنا مع بعض النهارده وان شاء الله باذن الله نكون خفاف عليكم. موسم الرابع لبرنامج صائد النجوم بنتمنى ان شاء الله باذن الله يكون له مشاهده اعلى وله كمان نسبه متابعين اكتر، ليس فقط في مصر ولكن في الدول العربيه. لازم اقدم كل التحيه والتقدير والترحاب بمي البدوي، الاستاذه مي البدوي الاعلاميه المحترمه والمجتهده، كانت معده ولكن اصرارها واجتهادها وطموحها كمان قال لازم اكون اوصل لاعلى من كده. انا بحييها على الاجتهاد وبحييها على ان هي النهارده واقفه قدام كل المشاهدين، وان شاء الله باذن الله باطلالتها الجميله والعنصر النسائي اللي يكون موجود داخل صائد النجوم يكون له كمان اقباله كبيره جدا. كمان معلومة كبيرة لازم أقولها للأستاذة مي، إن طبعا والدها الله يرحمه السيد البدوي كان من أعظم حراس المرمى وله تاريخ كبير جدا في حراسة المرمى، واختتم تاريخه الرياضي في نادي الحصن طبعا، وشرفنا ألف رحمة عليه وبحييها طبعا من عائلة رياضية، وإن شاء الله بإذن الله يكون ليها باع كبير جدا في الإعلام. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك يا كابتن حاتم، شرفت بوجودي معاك النهارده في البرنامج، يا رب أكون ضيفة خفيفة عليكم. سعيد جدا بيك يا مي، وإن شاء الله بإذن الله كمان تمتعوا المشاهدين وتاخدي بقى كل الشكل مني وخلاص أنا كده بره. أبدا يعني. وأنت موجود، أنت الأساس. طول الأسبوع اللي فات كان الناس كلها بتسألني مين الضيف الجديد اللي كان موجود معاك النهارده؟ الحلقة هتبقى موجودة إزاي؟ الوضع هيبقى إزاي؟ لا، مش ضيف، ده صاحب برنامج. مي ليها باع طويل جدا جدا في برنامج صائد النجوم، تعبت واشتغلت واجتهدت، كفايه وجودها النهارده ان هي موجوده النهارده، ده اكيد تاكيدا على جهدها وتعبها، وان شاء الله باذن الله تكون حلقه مثمره. نبدا بقى في حلقتنا ونشوف بقى مي البدوي المذيعه النهارده مقدمه لنا ايه. معانا اول حاجه تصريح لسياده الوزير دكتور اشرف صبحي بيقول فيه ان مصر قادره على اقامه نهائي دوري ابطال افريقيا في مصر، نظرا لانها عندها مقاومات كثيره لإقامة أي حدث رياضي فيها. ده كويس جدا، خبر ده مهم جدا في ظل الأحداث اللي احنا بنمر بيها. برافو عليك يا مي، فعلا انت أثرتي حاجة مهمة جدا في ظل الظروف اللي احنا فيها الصعبة اللي بتبقى موجودة دلوقتي. قدرت مصر من فترة طبعا تنظيم بطولة الشباب واللي فزنا بيها طبعا على ايد كابتن شوقي غريب واللي كان المدير الفني لمنتخب الشباب، ايضا كمان كاس العالم لليد واللي بتنظمها مصر في ظل ان معظم الدول العربيه ومعظم الدول كمان الاوروبيه منعت البطولات عندها، يمكن الدوري بس اللي شغال عندها في الوقت الحالي اللي احنا فيه. فده طبعا ليه بنقول الرئيس وزير الشباب والرياضه اكد على التصريح ده، لان فعلا مصر قادره، مصر قادره لتنظيم حاجه زي كده. فعلا مصر بسواعد رجالتها المحترمين، بسواعد رجالتها المحترمين تقدر تنظم بطولات وتقدر كمان عوده الجماهير ترجع، ولكن في ظل الاحترازيات اللي موجوده اكيد هتبقى عوده الجماهير هتبقى صعبه شويه. بحييكي طبعا على الخبر اللي افتتحت بيه النهارده الحياه الرياضيه. ايوه اتفضلي. من ضمن الاحداث اللي حصلت ومن ضمن الاخبار اللي منتشره على السوشيال ميديا خبر الشناوي وعقوبه على الشناوي، ايه الاخبار؟ برافو، برضو دي لمسه جميله جدا ان فعلا اخبار محمد الشناوي وهو حارس منتخب النادي الاهلي ومنتخب مصر. عايزين نقول ان العقوبات، انا مع اي عقوبه ضد اي لاعب او ضد مدير او ضد جماهير طالما في القانون بيقول كده وطالما اللوائح بتقول كده، علشان كده انا كنت موافق على اي عقوبه. لكن تعديل العقوبات ده اكيد راجع لحاجات معينه، مش عايز الجماهير الكبيره يا مي في مصر ان هي للاسف الشديد ياخدها حته التعصب وان الاهلي قادر وان الاهلي دوله وان الاهلي جماهيره اكتر والحاجات دي. لا، للاسف الشديد صدقوني الاعلام هو اللي بيوصل للجماهير وبيوصل للناس التعصب، لان ممكن الخبر يطلع ومحدش يحس بيه، لكن القاء الخبر سواء اعلاميا هو ده اللي بيأثر وهو ده اللي بيخلينا اذا كان الاتحاد وحش هنقول عليه وحش، اذا كان كويس هنقول عليه كويس. لكن في ظل الظروف اللي زي دي احنا بنساند كل لاعبتنا واحنا ضد اي حاجه مسيئه داخل الملاعب، ودي حاجه طبعا مع القانون قلبا وقالبا طالما في حدود الامور الصحيحه ليس فقط مع نادي او ضد نادي. اتفضلي. ومعانا كمان خبر ان وليد سليمان هيسافر مع المنتخب، مع طبعا النادي الاهلي، فعلا ده خبر مهم جدا رغم ان هو تم استبعاده
قبل النادي الاهلي نظر الاصابه. برافو عليكي. مش طبعا مش هيشارك بالظبط، كلامك فعلا صح، مش هيشارك في بطوله كاس العالم للانديه نظرا لظروف الاصابه، ولكن النادي الاهلي دايما بيقدم لاولاده حاجه تشريفيه، حاجه محترمه. عارفين حضراتكم ان كاس العالم للانديه ممكن ان يكون النادي الاهلي السنه اللي جايه او اللي بعديها او البطوله اللي بعد كده مش متواجد، فعشان كده وجود وليد سليمان هيبقى تشريفي فقط في بطوله العالم اللي بتنظم في قطر واللي النادي الاهلي بيمثل فيها افريقيا واللي ان شاء الله يكون ليه وصول كويس. عايز بعد اذنك يا مي بس اعلق على خبر معين للنادي الاهلي برضو في النقطه دي، ان طبعا من المجموعه اللي واقع فيها النادي الاهلي او البطوله كلها اللي موجود فيها النادي الاهلي، ناس كتير بتقول ان المقابله الاولى بين النادي الاهلي ونادي الدحيل القطري هتبقى مهمه سهله. هي ممكن تكون مهمه سهله نظرا لقوه النادي الاهلي في افريقيا، ونظرا لان النادي الاهلي بطل القاره وكمان باعه طويل جدا جدا وكمان جرب كاس العالم للانديه في السابق كذا مرحله، فعشان كده الناس بتبص لمعيار مقابله النادي الاهلي ونادي الدحيل سهله. هو طبعا الكوره ما فيهاش حاجه اسمها سهله حاجه صعبه، الكلام ده كله الكوره هي تديها حقها تدي لك اكتر، تحترم المنافس تكسبه بكل اريحيه، طالما انت فريق احترمت المنافس ايا كان الفريق اللي قدامك قليل او كبير. عشان كده هي طموحات الجماهير المصريه بتامل ان هي تقابل الاهلي يقابل بايرن ميونخ، ودي طبعا هتبقى بطوله خاصه لوحديها حتى لو لا قدر الله الاهلي اتغلب من بايرن ميونخ. احنا يعني بنتكلم مش بصفه النادي الاهلي، احنا يعني بنتكلم بلغه مصر، بنتكلم بلغه الدوله هي بتتمنى ايه، لكن نتمنى طبعا النادي الاهلي مش بس يفوز على نادي الدحيل او يفوز على نادي بايرن ميونخ، ولكن يمثل القاره السمراء بشكل كبير وشكل بطوله. معانا بقى من المواضيع اللي شفناها واثرت فينا جدا جدا جدا، الطفله اللي باباها تجرد من كل مشاعر انسانيه ورماها في الشارع في عز البرد من غير هدوم. هو ده بقى الحاله الجديده في صائد النجوم. لما مي اصرت ان هي تبقى موجوده جوه برنامج صائد النجوم بالشكل الكبير ده، اصرت لان عندها حاجات موجوده داخل الشعب المصري، داخل بيوتنا، داخل عيشتنا. ليه ما نبقاش احنا مطلين على الشاشه ومطلين على الساده وعلى المشاهدين بكل الاراء، ليس فقط رياضيا ولكن كمان انسانيا. الموقف ده اكيد الكل اتكلم عنه، اكيد الناس اتكلمت عنه، ولكن الموقف ده لما يجي من اهل المكان او من اهل البيت بيبقى فيه مصداقيه نوعا ما. للاسف عندنا في مصر يا مي معظم الاعلاميين او معظم السوشيال ميديا بتاخد كل الاخبار على شكل معين. بمعنى ايه؟ انت ممكن علشان يبقى عندك فيو كتير وعندك مشاهده كتير ممكن تحط عنوان لخبر معين يجذب الناس، الناس تخش على الخبر تلاقي الخبر مش زي ما انت كاتبه. حاجه تانيه خالص. بالظبط، حاجه تانيه خالص، زي ما انت بتقولي كده. فللاسف الشديد المصداقيه تاهت في وسط اللي احنا عايشينه. فاحنا عندنا عايز اقول لمي مشاعري كامومه كأم لاولاد، مشاعري كنت قدام الشاشه دلوقتي لما شفت الفيديو تاثيري كان ازاي؟ حسيتيها ازاي؟ لابد ان احنا يكون عندنا للمشاهد في مصداقيه طالعه. سيبك من الاعلام، سيبك كمذيعه، انا عايزك هنا ام، احساسك كأم في موقف انت حاساه قدام المشاهدين وقدامك طفل او طفله في عز البرد وفي الجو اللي احنا فيه ده. مشهد منتهى يعني وجع القلب زي ما بنقول، حاجة تقهر. مفيش حد بني آدم طبيعي عنده رحمة وعنده إنسانية يعمل كده في طفل حتى لو مش ابنه. إزاي هو اتجرأ يعمل كده في ابنه مهما كانت المشاكل الزوجية اللي بينه وبين مراته؟ هي ملهاش ذنب، يعني ليه يعمل كده؟ حرام. ده ما عندوش ولا رحمة ولا إنسانية ولا عنده أخلاق ولا عنده أي حاجة، إزاي يعمل كده؟ ما هي عايزك تكلميني من المشاكل الكبيرة في مصر والأزواج وعدد كبير جدا جدا من انفصالات في كل الأسر وفي كل مكان في مصر للأسف. هل ده من سوء الزواج في الأول؟ هل ده أنت عارفة النهاردة إن في أسر بتدور على ضفر عيل طفل صغير؟ نعمة من ربنا. في ناس بتتعالج بالسنوات كتير جدا عشان إن هي ربنا يرزقها بطفل، عشان إن هي النهاردة يبقى عندها أولاد. هل لما ربنا يكرمنا بأولاد نعذبهم ونرميهم في الشارع ونسيبهم من غير هدوم؟ كويس. ونساوم الام عليهم؟ كويس. يعني هو انت كده بتروي دراع الام؟ كويس. انت كده هتاخد حقك؟ انت كده قوي؟ انت كده رجوله؟ انا مش شايفه اي منطق ولا اي عقل يقول اللي هو بيعمله ده صح. كويس. شايفه هنا الـ القانون لما بيجي يعاقب اللي بيحصل او انفصالات او الكلام ده، هل دلوقتي القانون ادى حق للزوجه ان هي تاخد حقوقها حتى من بعد انفصالها او بعد المشاكل اللي بتحصل؟ هل شايفه القانون بقى مع المرأة
طيب احنا في معانا بقى وهسيب الإعلامية المحترمة مي البدوي تحاور أم الطفلة الأستاذة أمال البسيوني، أم الطفلة اللي مصر كلها بتتكلم عليها النهاردة، عشان تحكي لنا الرواية ونسمع لها النهاردة. اتفضلي يا أستاذة أمال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أستاذة أمال؟ الحمد لله بخير حضرتك. قلبي عندك، موقف صعب جدا اللي انت كنت فيه، بجد بجد موقف لا تحتدي عليه. ازاي استحملتي تشوفي بنتك كده؟ ازاي هن عليكي تسيبيها كده؟ ازاي تديها له اصلا لواحد ما عندوش اخلاق ولا ضمير زيه؟ ازاي سيبتيها تنزل معاه؟ انا ايه النهايه ولدها؟ انا ايه الذنب اللي هو في النهايه ولدها حضرتك؟ يعني حسبي الله ونعم الوكيل. طلعت منه كانت المحكمه هتحكم اللي هو يشوفها. ايه النهايه يا بنتي؟ ربنا يقويكي. يعني يا رب. انت بنتك عامله ايه دلوقتي؟ كويسه؟ الحمد لله. احنا عايزين الروايه نعرف ايه الاسباب اللي حصلت بالظبط. ايه السبب في ان هو خدها وعمل فيها كده؟ ايه المشكلة الكبيرة؟ هو كان دايما ياخدها ويجيبها، يعني كان دايما ياخدها ويجيبها الصبح على بوظ عشان يشوف عمل فيها كده. طيب ليه يعني؟ هو بقى عاوز يحرم قلبي عليها وعشان نفقتها ويقنع عن كل حاجة بتصها، وعشان مش عاوز يدفع ليها، مش عاوز يشيل نفقتها، مش عاوز يشيل همتها أصلا. أستاذ أمال اسمحي لي أتدخل مع حضرتك في الحوار وأسألك، معلش يعني هل زواجكم بقاله كام سنة مثلا مستمرين؟ سنتين. نعم يا فندم؟ سنتين. سنتين، طيب معلش هل أنتوا قرايب؟ يعني في صلة قرابة قبل الزواج؟ من ناحية والدتك من بعيد. من ناحية والدتك من بعيد. طيب خلينا نقول مثلا إن السنة دي طبعا أنا عارف إن العشرة بتاخد أعمار والسن طويل والكلام ده كله، ولكن هنا بعيدا عن الزواج وبعيدا عن العشره، ولكن هنا حته اللحم والدم، حته ان انا ازاي ما حسيتش وانا بعمل في بنتي كده في الشارع بان انا حتى اغطيها، بان انا حتى خايف عليها. هل الزوج هنا بيعاني من مرض؟ هو يعني حضرتك اللي عامل فيها. ايوه حضرتك، هو بيتعالج من مرض معين، يعني مثلا حاجه في العقل ولا حاجه، او بيتعاطى مخدرات، او يعني سلوكه مش كويس اصلا، سمعته مش كويسه، يعني هو اكيد بني ادم مش طبيعي ان يعمل كده. وبعدين عرفنا ان كمان كان عايز يولع في بنته، فاكيد ده مش طبيعي. استاذه امال، استاذه امال، واضح ان الخط تقريبا قطع يا جماعه ولا حاجه، معلش نحاول برضو الاتصال بيها، الاتصال مهم جدا، وعلى الاقل حتى نعرف مثلا هل هو طبيعي هل هو غير طبيعي الكلام ده، لان طبعا الموضوع اثير بشكل كبير جدا جدا على السوشيال ميديا. وطبعا احنا كاولياء امور سواء كانت ام او اب بنبص للموضوع ان ما فيش حد هيشوف الحاجه دي الا لما هيقول يا ساتر يا رب، ايه ده؟ معقول يحصل كده؟ هو اي نعم احنا بقينا في زمن صعب جدا، اللي بيقتل امه واللي بيقتل ابوه واللي بيقتل ابنه، بقينا للاسف الشديد هربنا من عقيدتنا، هربنا من عبادتنا، هربنا من حاجات كتير جدا جدا. الحياه اخذتنا بزحمتها بدوشتها باقتصادها بمواويل كتير جدا جدا، والكل اصبح ماشي تايه والدنيا كلها بقت سايحه في بعضيها. بنحاول نرجع، بس انت عشان ترجع النهارده يا استاذه مي، عشان نرجع للدنيا اللي احنا فيها، اكيد لازم يكون في قرب من الله، اكيد طبعا. لازم ان حتى الواحد مهما يحصل او مهما يعمل او مهما يكون في اي عمل والدنيا مشغولة، بشوف النهاردة ممكن واحد ماشي على الطريق بيطلع المصلية بتاعته ويزع عربيته ويحطها بيصلي في كل مكان، بشوف النهاردة فعلا حاجات بنتعلم منها قدوة. وفي ناس تقول لا أنا مش فاضي للصلاة، أو أعتقد أن النهاردة ممكن الواحد يعمل أي أخطاء ممكن يقع فيها، الدنيا تشغله تاخده في أي مكان يروح في أي حتة، ولكن لما يلاقي أنه هو بيصلي أو قريب من ربنا أكيد بيستريح نفسيا، وأكيد حياته بتتغير طول ما هو قريب من ربنا. نظرا اننا بنتكلم عن الصلاه والقران والقرب من ربنا سبحانه وتعالى، عايزه اقول لك ان محافظه اسكندريه كرم 3 اطفال اخوات مكفوفين حافظين القران الكريم كله ما شاء الله تلاوات. ما شاء الله على اخبارك الجميله واخبار ادي بقى نقيض نقيض النقيض. شفت ناس عامله ازاي وناس تانية بتحفظ ولادها القران الكريم وبتحافظ عليهم وبتشجعهم رغم ان هم مكفوفين، بس مع ذلك عايزه تطلع بيهم سابع سما، مش بتهمل في ولادها، يعني اب وام مع انهم ولادهم مكفين لا بيشجعوهم وبيساعدوهم انهم يكونوا احسن الناس، نوروا بصيرتهم بالقران الكريم. جميل قوي الخبر دوت على فكره، وكمان هزيد برضو نقطه صغيره كده الاعلاميه الجميله مي، ان بس مش حافظين القران، تخيلوا بقى خد المفاجاه ان هم كمان حافظين القران بسبع تلاوات. النهارده انا يعني مش هقول لحضرتكم ان انا حافظ القران، ولكن بحاول اجتهد ان انا احفظ. بحاول ليه؟ بحاول موضوع كبير جدا، يعني
مش مقصر، ولكن صدقوني اللي بيتربى على شيء من صغره بيكبر عليه، ودول سبحان الله ممكن يكون في حاجة ناقصاهم وهو النظر. ولكن تخيلوا تلاوة القرآن في السن ده للأطفال دي بسبع روايات صعبة جدا، ولكن هو ربنا يعني بيعطي لمن يشاء الذهب والفضة والخلفة والسعادة والهنا وبيعطيها للناس كلها. بس في ناس بتستخدم الحالات اللي عندها خطأ، يعني حتى النهاردة هنلاقي بعض الناس اللي هم عندهم نقص في حاجات معينة ممكن يستخدموها لطريق تاني خالص، لطريق سيء للأسف الشديد. حتى الإنسان السليم النهاردة ممكن النهاردة يخبي رجليه أو إيديه عشان يتسول، عشان يقول لله. أدي إحنا عندنا نموذج بيقول لله، بس لله إيه بقى؟ لله يا رب أقرب إلى الله، وفقني يا رب قدرني. يعني تخيلي بقى نتكلم على الصلاة وعندنا النماذج دي، النماذج دي بتصلي ولا بتصلي؟ نماذج مشرفة طبعا، أكيد بيصلوا، دول حافظين القرآن الكريم وبيصوموا طبعا أكيد. كفاية إن هم ما بيشوفوش حاجة بعينيهم غير نور ربنا، حاسين بقلوبهم، حاسين يعني النور ده نور، القرآن الكريم نور كل حياتهم. برافو. أنا فخورة جدا بالأب والأم، ده نموذج مشرف. يعني زي ما بنعرض النقيض ان الاب مش كويس، بنعرض ان الاب والام قد ايه كويسين، وقد ايه ربوا اولادهم كويس، وقد ايه محفظوهم القران الكريم. لا لا، انا شوفي الاخبار اللي انت جميله اللي انت بتقوليها، انا اللي فخور بيكي مش بالاخبار نفسها. ربنا يخليك. فخور بيكي بجد والله العظيم انك بتقدري تلمسي ما بين السلبي قوي واللي بيودينا ورا الشمس زي ما بيقولوا. احنا لازم نوري جمهورنا ان في كده كل حاجه، في معاه وفي ضد، مش كل حاجه وحشه ومش كل حاجه حلوه. كويس. دايما في كل حاجه وعكسها. طب ايه بقى عندنا اكيد اخبار جديده، لان انت النهارده حتى بسالك قبل الهوا بقول لك يا استاذه مي ايه الاخبار، قلت لي خليها مفاجاه، انت مش دايما بتفاجئ جمهورك ودايما بتقول أيوة. لهم على حاجات معينه، اشمعنى انا بقى خليني من نفسي كده افاجئك انا كمان أيوة. باخبار واخبار تكون قاتله. ابهرني ابهرني. مين اللي يبهر التاني؟ ابهريني يا مي. ابهرك. في كارثه في نادي الجزيره يا حصلت. يا رب. انا بالنسبه لي دي كارثه. اه انا بالنسبه لي دي كارثه، لان هي حاجه مش متوقعه من صفوه المجتمع، من دكاتره جامعه، من ناس مستواهم عالي جدا المفروض قدوه ونحتذي بيها. يعني ناس في مناصبهم دول ازاي يطلع منهم كده؟ ده في نادي الجزيره الموضوع. ده شائك، اسمحي لي انا اتكلم فيه بعد اذن حضرتك. زعلني قوي. للاسف الشديد، للاسف الشديد طبعا الاستاذه مي اتكلمت على حاجه مهمه جدا وهي صفوه المجتمع. الطبيعي، الطبيعي ان ربنا خلقنا كلنا ولاد تسعة، ولكن ما يطلق عليهم صفوة المجتمع الناس اللي هي مش هنقول شايلة هم، لا، الناس اللي هي ربنا كرمها، مش كرمها يعني ماشية بعقيدة ملتزمة، لا، ربنا كرمها من المال، من البنون، من الصحة، ايا كان. طبعا كل ده الناس كلها ربنا مديها ده، ولكن في ناس بتستخدم ده غلط، يمكن من كتر الراحة، يمكن من كتر الدنيا جميلة معاهم، يمكن من كتر كمان ان الناس دي فاضية، يعني بتحط الفيزا في البنك يطلع بنك نوت، تحط مش عارف ايه في البنك يطلع بنك نوت. فالناس دي ممكن في من كتر ده يبقى عندها اشباع لحاجات كتير. فعايزين، طيب احنا معانا اتصال مهم جدا، استاذ الدكتور احمد الجنزوري، استاذ القانون طبعا. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. ازي حضرتك حارم بيه؟ اخبارك حبيبي، عامل ايه؟ الله يخليك يا دكتور، انا سعيد جدا على فكره بمداخله حضرتك النهارده، لان اكيد اكيد في نقط كتير جدا جدا لازم نقف عليها، بس طبعا لما ناخد الكلام ده من اهل العلم واهل القانون اكيد الكل لازم يستمع بشكل كبير. طيب، هو تصحيح، بس تصحيح بسيط قوي، انت كنت في مستعرض الحديث دلوقتي بتقول صفوه المجتمع الناس المرتاحه. لا لا، الكلام مش كده خالص. اتفضل. انا عايز اقول لحضرتك انه الناس بتنظر الى الفئه المتعلمه المثقفه نظرة أخرى بعيدا عن تقييمها بالمال. فلو أنا قلت حضرتك إنه أنا أقيم الإنسان المثقف بنظرة مختلفة عن الإنسان اللي ممكن يكون ما عندهوش نفس درجة الوعي والثقافة، فأنا بقيمه صح. تمام. خليني أقول لك إنه في اختلاف ما بين قواعد القانون وقواعد الأخلاق. دي حقيقة. تمام تمام، كلام حضرتك محترم جدا، بس هل يا دكتور يعني هل يا دكتور ممكن طب اتفضل اتفضل اتفضل. دايما اعم واشمل من القانون، لانه نظره الاخلاق او انا وانت بننظر للاخلاق بعيدا عن القانون، انه ممكن تجرم فعل او سلوك او كلمه حتى لو القانون ما بيجرمها.
احنا حزانة من جوه نفسنا على انه يخرج هذا السلوك من انا في صوت متداخل معايا استاذ حاتم مش مخليني عارف اتكلم. اتفضل. طب معلش يا جماعه بس الصوت خلاص تمام يا فندم. اتفضل يا دكتور اتفضل. الامر لما بنظر الى هؤلاء السيدات اللائي يتمتعن بدرجه علميه يعني تجعل منهم اكثر قدره على فهم السلوك وفهم الاخلاق عن اي حد تاني. تمام. فما كان ينبغي اطلاقا انه حتى لو هم بيضحكوا او بيهرجوا ان يكون هذا هو سلوك الضحك او التهكم. كلام غير مقبول اطلاقا. تمام يا فندم. لكن لازم اكون برضو دقيق معاك انه ما قاموا بفعله لا يشكل جريمه. لا يشكل جريمه؟ لا يشكل جريمه. يعني هناك فرق زي ما قلت لحضرتك بين قواعد الاخلاق وقواعد القانون. طب سيادتك لو هو مش هيشكل جريمه هل ده لو بقى خلاص بقى بالنسبه لنا عام جدا في كل الاماكن وبقى الموضوع يتطور، هل مش ممكن نخش كده في مرحله ثانيه ان احنا اختلفنا وتقاليدنا واديانا وحاجات كتير ما بنسمحش بيها تحصل، مش ده ممكن يبقى جريمه برضو يا فندم؟ شفت انا قلت لحضرتك في بدايه الكلام لابد ان نفرق بين قواعد الاخلاق وقواعد القانون. تمام يا فندم. قواعد الأخلاق بيحكمها أعراف وبيحكمها آدبيات وبيحكمها أخرى غير قواعد القانون. تمام يا فندم. يعني أنا لما أشوف بنت لابسة لبس مش حلو الأخلاق المفروض اللي بتحكمها في الوقت ده وأقول أنت كده يا بنتي أجرمتي في حق نفسك طبقا لقانون الأخلاق أو قواعد الأخلاق. تمام يا فندم. لكن مش شرط إنها تكون ارتكبت جريمة. يعني هما كده مش هيتعاقبوا على اللي هم عملوه ده. لا يعني طبعا ده حاجه عاديه. عقاب دي حريه شخصيه. اه طبعا الا القواعد اللي بتحكم النادي من اللوائح الداخليه قد تعاقبهم على ذلك الفعل بجزاءات اداريه، لكن هم مش هيخضعوا لقضاء جنائي ولن يخضعوا لعقوبه جنائيه. دي مساله حريه. دكتور احمد انا بتابع حضرتك كويس جدا، مفيش اي حاجه تقريبا بتحصل في مصر او خارج مصر الا بكون حضرتك متابع ليها جدا، بس كوي. كلامك مهم قوي يا دكتور. انا النهارده حتى لو انا مش هعاقب عليها كجرم قانوني انا لازم يبقى في حاجه برضو تاديبيه. اعتقد يا فندم ان احنا كمجتمع يعني بيقول ان احنا انا لا اقبل اطلاقا ان تكون السيده التي وصلت الى سن يعني الجدة يعني يكون فيها أحفاد إنه هذا يبقى أخلاقها في تعامل مع أصدقائها. هو ده لأن هي قدوة أكيد لده صح. وأم أيوة إزاي صح. تعمل كده إزاي دي القدوة تبقى كده. تمام يا فندم. لكن مش عايزين برضو يعني ننكر إنه في كل المجتمعات الصديقات والأصدقاء فيما بينهم قد يكون فيما بينهم حاجات بس مش يعني بالعلن كده فيما بينهم أيوة. مش أيوة. في حفله صح. مش الجرأه واخداهم للدرجه دي. بعدين دي ناس تمام. قدوه أنا ازاي أنا طفل معاكي يلاقي يعني جدود جداته بتشتغل كده ولا في جزئيه اخرى عارفه حضرتك من الممكن ان يجمع مجموعه من الرجال حديث طيب. قد يكون حديث خاص يتناولوا فيه بعض الامور الخاصه لكن لما بيلاقوا حد معدي بيسكتوا بيتكسفوا ما في حياء ده كده ما فيش حياء. الفكره بقى التطور الانسان من انه ينتقل الى مرحله التبجح باظهار سلوكه على انه حاجه حريه شخصيه على الرغم من انه شيء مجافي ومناسب للاخلاق بالذات من سيده مصريه المفروض انها تتمتع بالاخلاق تتمتع بالاحترام تتمتع بانها قدوه. هو ده بقى يا دكتور احمد اللي انا مستنيه من حضرتك واللي انا عارف ان هو جواك بتقول الكلام ده مش بس سرا ولكن علانيه. هو ده المفاهيم بعيدا حتى عن القانون وبعيدا عن حتى عن اي حاجه ولكن الاخلاقيات بتتطلب ما بتتجزأش ما بين غني ما بين فقير هي الاخلاق واحده والعادات والتقاليد واحده. بس انا لا في اختلاف لازم تبقى عارفه حضرتك.
قد يكون في بعض المجتمعات الأخلاق مختلفة بقواعدها. هو ده الهاي كلاس، ان احنا كل ما نكون منفتحين واباحيين كده، يعني هو ده كده مستوانا اعلى وكده مستوانا. يعني انا عايز اقول لك على حاجه، انت ليه مش متابعه؟ ويمكن الاستاذ حاتم صديق عزيز بقاله اكتر من 10 سنين صاحبي على الصفحه. شرف ليا، شرف ليا، شرف ليا يا فندم، شرف ليا طبعا. انا عايز اقول لك انه مثلا بسمع وبشوف عن حفله بيعملها عريس وعروسه لابسين بيجامه النوم و... و... ده ترند نازل اليومين دول. ايوه فعلا، لابسين فساتين اللي هي لابسين الارواب وطالعين بيها، والعريس والعروسه بالروب الستان. انا مش عايز اقول اللفظ انت اتفضل. طيب يا دكتور، هل ده يعني شيء ممكن المجتمع يقبله؟ لا، ما دي الافتكاسات اللي ملهاش اي معنى في حياتنا بصراحه. دي افتكاسه مستفزه، دي بتعلم ولادنا حاجات وحشه، يعني الواحد مش عارف يشيلها ازاي عشان ولاده ما يتعلموش حاجه كده ويتعلموا ان ده العادي. طيب مشكله ان انا لما بنتي تيجي تقول لي هو ايه اللي بيحصل ده يا ماما؟ بصي، اذا نحن نحتاج الى ثوره اخلاقيه. دي حقيقه. ده السبب في مين بقى حضرتك؟ السبب في الاعلام والميديا. احسنت، اللي احسنت، اصبح لا رقابه عليه. احسنت يا فندم، احسنت. السوشيال ميديا دي كارثه. احسنت، اتفضل. انا عايز اقول لك ان معظم المسلسلات لحد وقت قريب جدا وفي شهر كريم زي شهر رمضان بتعالج زنا المحارم وبتجيب لك صور تعاطي المواد المخدره وقصه فعلا الرقاصين يعني بالصوره صح. وكان المجتمع اصبح هذه هي السمه الاساسيه فيه. طب دكتور احمد، الفكره دي وصلت كويس جدا جدا، واكيد طبعا هو مش هينفع مع حضرتك مداخلات، احنا مش هينفع مداخلات خالص، احنا لازم لقاء على الهواء عشان نتكلم في ده. انا شرف ليا. لا لا، شرف ليا يا فندم. حاجه بقى تانية كده، عايز اقول حاجه. اتفضل. عايز اقول حاجه. اتفضل. حينما تتحدث الى احمد الجندوري كرجل قانون، فانا هقول لك انه هذه الافعال لا تشكل جريمه. تمام. لكن حينما تتحدث الى احمد الجندوري المصري، جريمه اخلاقيه اللي تربى على اخلاق، فهقول لك انها ابشع من جريمه القتل العمد. احسنت. لانها أحسنت. قتلت اطفال لسه طالعين في سن صغير، هيشوفوا ان دول قدوتهم هيعملوا ايه؟ احسنت يا دكتور، احسنت. هيقلدوهم. ومش عايز اقول لك التقليد ممكن يبقى اكتر بقى. طبعا ده الشباب ما عملوش كده، امال الشباب هتعمل ايه بعد كده؟ وبعد كده الناس بقى هتبقى تعمل كده علشان يبقوا حاجه برضو مشهوره وحاجه. اذا لابد ان يتطور القانون في مصر الى جزء اخر يعالج مساله الاخلاق، ومش شرط تبقى العقوبه جنائيه يا فندم. تمام. ممكن تبقى عقوبه الزجر، عقوبه اللوم. حينما يكون الأخلاق أو حينما تكون الأخلاق هي الهدف الأساسي من توقيع العقوبة. دكتور أحمد، كلام حضرتك طبعا يؤخذ بالاعتبار وعلى الرأس، مهم جدا جدا، ولكن في سؤال قبل ما حضرتك، بس معلش ننتهزها فرصة يعني ونطمع بس في بعض دقائق بسيطة وسريعة. زواج التجربة اللي دلوقتي بدأ يخش في الشعب يعني المصري، بدأ يعني ايه زواج التجربه؟ حتى من المسمى بتاعه غريب جدا، عايزين نعرف ايه ده زواج التجربه. و اخي انا عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. تجيب في زواج التجربه شخص انا ما اعرفش يعني اذا كان هو هويته ايه ولا كنيته ايه، نشر عقد وكاتب انه هذا هو عقد يعني يحل كثير من المشاكل فيما بين الزوجين، انه عقد تجربه، عقد زواج تجربه، وكأن المرأه أصبحت سلعة تتجرب، نجربها وعليها ضمان سنة أو سنتين أو ثلاثة وبعد كده تبقى اكسباير ونرجعها. الأستاذة مي. مي. مي البدني. أيوة أستاذة مي، إحنا عندنا في القانون المدني في بعض أنواع البيوع اسمها البيع بشرط التجربة والبيع بشرط المذاق والبيع بشرط العربون وغيرها، وكأن المرأة أصبحت سلعة. كارثة. كارثة. إحنا في كارثة. مع أنها هي أكبر قيمة من علينا الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة. الله عليك، الله عليك يا دكتور. لأن هذه المرأة هي موجودة لأنها أمي. أيوة. وهي أختي وهي زوجتي. إزاي وبنتي إزاي أرضى
انت عارف يا استاذ حاتم، انا كتبت حاجه حلوه جدا للراجل ده على صفحته يعني. قلت له انا عندي 3 اولاد، يا ريت لو حضرتك عندك بنت انا ممكن اخلي ابني هيجرب معايا يتجوزها على صفحته. معقول الكلام ده يا دكتور؟ بجد؟ والله كتبتها له حاجه، والله كتبتها له. صدقك يا دكتور حاجه تكسب. وعايز اقول لك يعني، قلت له انا عندي استعداد ان اخلي ابني يتجوز بنتك على شرط التجربه عشان نعمم الفكره. طب يا دكتور احمد، الاشخاص اللي زي كده لما بيعملوا كده وبيبدا عقود تظهر او الكلام ده على السوشيال ميديا، هل برضو دي ما بيبقاش فيها يعني عقوبات او ان احنا نحذر من ده او ازاي؟ لا مع الاسف الشديد. عارف ليه؟ لانه برضو الميديا بتتعامل مع الزواج بانه الزواج العرفي والزواج اللي مش عارف المسيار وكأن مساله العلاقه الزوجيه اللي الطرف الثالث فيها هو الله. سبحان الله. تمام. الطرف الثالث فيها هو الله. كأنها ليست قيمة وليست ذات قيمة. ربنا سبحانه وتعالى قال الزواج سكن ومودة ورحمة، ما قالش إن هي مدة معينة هنجرب فيها بعض ونسيب بعض. الحمد لله الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أنا طبعا دكتور أحمد، دكتور احمد، انا الكلام معاك بطول جدا، وهختتم بالكلام الجميل اللي انت قلته والايه القرانيه الجميله اللي حضرتك قلتها، وهختتم بالمكالمه دي، ولكن وعد على الهواء قدام الناس لازم تكون متواجد معايا، فان شاء الله باذن الله تكون متواجد معانا. دكتور احمد الجنزوري، استاذ القانون وطبعا اسطوره في القانون، انا بشكرك شكرا جزيلا، مداخله مهمه جدا. مي، ايه رايك في كلام الدكتور وناخد منه ايه بصراحه؟ طبعا هو تعليقه على زواج التجربه انه مش حاجه فاشله، بس انه اصلا حاجه حرام. ده كمان اللي الشخص ده زواج متعه، ده الشخص إيه ده؟ كمان اللي هو علق عليه بيقول انا ما اعرفش هو جاي منين. ما معنى كده يعني؟ ما بيمثلش المصريين، مش مننا، تمام، مش حد مصري انه حتى يفتعل ده. ودكتور احمد قال حاجه مهمه جدا، انه دخله على صفحته وقال له انا عندي ولاد، شايف المعنى وصل بينا ان احنا نوصل للمرحله دي. يبقى كده ده حتى من الكلمه زواج التجربه ده موجود في مصر، ده حاجة تكسب يعني. دول ما ينفصلوا، يبقوا مطلقين ولا متجربين ولا يبقى ايه وضعهم؟ مش فاهمة بجد يعني. ما هي من الاسم اكيد، ما هي من الاسم كده اكيد، كلمة تجربة متجربة. يعني هي السيدة عارفة ان هي فترة في حياتها، يوم يومين سنة شهر، هو احنا ناقصين يا جماعة؟ هي اصلا يعني حالات الطلاق كل يوم بتزيد، مش مستاهلة خالص ان احنا كمان نجرب. البلد يعني بجد والله مش مستحملة فعلا، على رأي الكلمة اللي انت قلتيها، افتكاسات. افتكاسات جميلة جميلة وفعلا في وقتها. ايه تاني موجود معانا بقى غير زواج التجربة والحاجات الغريبة اللي بتحصل في بلدنا دي؟ التنمر. التنمر، التنمر اللي احنا عايشين فيه يعني. اكتر حاجة نازلة ترند اليومين دول بيتنمروا على بنت عمرو دياب ان هي مش حلوة شبه ولا جميلة شبه مامتها. ايه مشكلتهم في يعني ايه مشكلتهم في شكلها؟ دي خلقة ربنا، ليه بنتنمر عليها؟ ليه بنتكلم على حاجة ملناش فيها؟ انا هاخد من دي برضو كلمة مهمة جدا، حتى خلقة ربنا سبحانه وتعالى يعني حتى يعني. التنمر، شوف حتى المصطلحات تقريبا، احنا المصطلحات اللفظية السيئة انتشرت كتير جدا جدا، سواء زي ما دكتور احمد قال في المسلسلات، ودي كارثة كبيرة. هل فعلا الرقابة نفسها بتبقى مش شايفة كمية المسلسلات والأفلام اللي بتحصل وكمية دي؟ أنا حضرني مداخلة من كام يوم مع نقيب الممثلين ونائب مجلس الشعب. نائب مجلس الشعب داخل على الهوا ومعاه نقيب الممثلين ومعاهم مذيع تالت، تعرفين طبعا المذيعين اللي بيقعدوا هيصوا ويزعقوا ويعملوا الكلام ده أي حاجة في أي حاجة. فالمذيع مش قادر يدير الحوار أو ما عندوش حتة المصداقية اللي يقدمها للسادة المشاهدين، نظرا لان هو فكاهي على سياسي على اي حاجه. فاللي حصل في المداخله دي مهم جدا. نائب الشعب المحترم، وانا بقول المحترم لان احنا عندنا مؤسسات مصر كلها يا مي اكيد فيها الوحش وفيها الكويس طبعا. فالراجل بيقول ان انا بقدم كل التهنئه وكل الاحترام والتقدير لكل الفنانين المحترمين في مصر. اظن دي ما فيهاش حاجه. يعني هو الراجل بيقول كل الفنانين المحترمين اللي بيقدموا تمثيل او فن هادف. نقيب الممثلين مش عاجبه الكلمه، بيقول له لا انت لازم تقول انا بحيي كل الفن الهادف في مصر وكل الممثلين وكل الناس كانه واقف على المسرح بيحيي الناس. طبعا ده كلام غلط. سياده النقيب ده كلام غلط. لان الفن ما هو فيه هابط وفيه فن هادف. انا مش معقول هبني الاثنين مع بعض، لان حضرتك بتدخل دلوقتي كل جوه بيت.
كله جوه اوضه، كل ولد قاعد قدام شاشه. انا اولادي اللي قاعدين في البيت دلوقتي ماسكين، ممكن ما يكونوش بيتفرجوا على البرنامج، بيتفرجوا على اي فيلم وكل القنوات دلوقتي. ده احنا عندنا قنوات باسماء الفنانين، هتلاقي قناه الشبح، قناه الاسطوره، قناه الاسطوره، قناه مش عارف ايه، قناه حاجات كلها غريبه. طب الافلام بتاعتها ايه؟ انا ببقى قاعد بتفرج على فيلم معين او مسلسل معين والاسره كلها قاعده جنبينا، لما بيجي مثلا مشهد معين او شكل معين وانا رب البيت وجي حاجه معينه، هو انا على ما اقول امسك الريموت واقلب هو الولد الصغير ده مش عبيط، ده فاهم، لانك انت يا انسان يا لا بتخافش ربنا وصلت للولاد في البيوت ان هم فاهمين اصلا ابوهم وامهم بيخبوا ايه او بيداروا ايه. السوشيال ميديا كمان دلوقتي بتعرض كل حاجه، ما هو الولاد ممكن يقعدوا على اليوتيوب يتفرجوا على مسلسل وبيتفرجوا على فيلم. طب احنا هنربي ازاي عليهم؟ من ايه ولا من ايه ولا من ايه؟ احنا هنربي ازاي يا مي؟ هنربي ازاي؟ انت في شغلك. انا بقول السوشيال ميديا دي كارثه، كل الولاد دلوقتي ماسكين التاب وكل الولاد دلوقتي ماسكين الموبايل وقاعدين 24 ساعه على اليوتيوب بيتفرجوا يعني على كل حاجه. ده انتوا بتعاقبوا الولاد على انهم اجرموا، بتعاقبوهم على ان هم مش نافعين في الدراسه، بتعاقبوهم على ان هم فشله، بتعاقبوهم. ما هو لازم يبقى فاشل طول اليوم الفون معاه، يا يوتيوب يا جيمز يا بابجي يا اي حاجه تانية انا مش عارفها. لان دلوقتي للاسف الشديد الولاد الصغيرين بقوا يعرفوا اكتر من اولياء امورهم، علمهم ودماغهم وقعدتهم، بقت عندهم حاجه تركيبه معينه في دماغهم للاسف صعبه. صعب ان انا اقول له سيب التليفون، صعب ان انا اقول له ما تقعدش قدام التلفزيون. طب انا مش هفضل طول اليوم قاعد في البيت، مامتهم دي ما هي وراها اكل وشغل وتعليم ورعايه ولبس وحاجات كتير، هنسيب كل ده ونقعد نربي فيهم؟ طب انتوا بتاخدوا على قلبكم قد كده من ورا الهلس ده، من ورا الحاجات دي للاسف الشديد اللي فعلا فعلا ناس كتير بتدعي عليكم، ناس كتير. واكيد الناس اللي بتمرض او الناس اللي بتتعب وبيجي لها الامراض الصعبه جدا، اكيد ده مش من وحي الخيال طبعا، انا ما بقولش من الدعاوي، ولكن اكيد ربنا عالم، عالم بظروف الناس، عالم بظروف الصعبه اللي بتمر بيها الناس. اذا كان في رئيس او اذا كان في وزراء، الناس دي بتشتغل او الناس دي بتادي دورها ويجي ناس تانية، ما هو الرئيس لا هي راعي للرياضه ولا راعي للفن ولا راعي للتجاره ولا ما هو في حاجات كتير قوي الرئيس مسؤول عنها، حتى الامن نفسه مسؤول عنه. طب هو مسؤول عن كل ده؟ هيقعد يتفرج على 4-5-10,000 قناه في التلفزيون؟ اكيد لا طبعا، لا طبعا. المفروض المسؤولين اللي تحتيه بقى، ده حتى المسؤول اللي تحتيه النقيب لما كانوا بيكلموه في التليفون كان نايم في البيت. تمام. هو مش عارف اصلا هو برنامج ايه اللي على التليفون، ايه اللي حاصل اصلا، هو مش عارف الحوار ايه، انتوا بتكلموني عن ايه. اللي زعله يا مي ان هو بيقول انا بشجع فئه معينه بس، الفئه اللي بتقدم فن محترم، فن هادف. هو عايز يشكر كل الفنانين اللي بيقدم فن هادف واللي ما بيقدمش فن هادف، اللي ازاي بيقدم ازاي ده النهارده لما بيحصل النهارده فنان طلع اخطا في حق مصر. تمام. انه تصور مع اسرائيلي، تصور مع يهودي، تصور مع حد واخطا في حق مصر، هو طلع ادان ده؟ هو طلع يتكلم على ده؟ لما طلع بعد ايه؟ بعد ما الدوله نفسها اخذت قرار، فهو راح عامل ايه؟ خدوني معاكم. هو للاسف الشديد مش كده. انا عايز كل مسؤول يبقى عنده شخصيته، اوعى تخاف من قرار. طالما شخصيتك وتربيتك واسلوبك قال لك ان القرار ده صح، تاكد انه صح. لو انت متربي على ده انه حلال او حرام او انه عيب او انه مش عيب، صدقني هتلاقي اللي فوقيك قال لك انت تمام. هو ده اللي انا بتكلم فيه، وده مهم جدا وضروري. حاجه برضو مهمه، الايام اللي فاتت دي يا مي في تخبط كبير جدا، اتحاد الكوره والاعلام، اتحاد الكوره طبعا اتعين جديد احمد مجاهد في رئاسه اتحاد الكوره في اللجنه الثلاثيه، ولكن الخبر ده علشان ممكن ما يكونش عاجب بعض الاعلاميين، او ان اعلامي معين، حد معين كان نفسه في الكرسي فلا قدر الله ما بقاش في نصيب ليه فخدوا حد تاني. الفكره هنا ان حتى لو في حد وحش اتحط في مكان اصبر عليه عشان اظهر الوحش اللي فيه، لكن من اول يوم اتحط فيه واخد اي قرار، اخد اي قرار يا مي، الناس كلها بتحاربه والناس كلها ضده، الناس كلها ضده، ده بناء على ايه؟ الدكتور احمد جنزوري قال حاجه دلوقتي مهمه جدا، وهو ان الاعلام بدوره هيخلي مي دي احسن اعلاميه في مصر. تمام. ويخلي مي دي ما تعرفش حاجه في الاعلام، هو ده. صح. الاعلام هيظهرك باللي هو عايزه، باللي هو عايزه. عشان كده طلع احد الاعلاميين من يومين
وقال قرار مهم جدا، الغاء الدرجه الرابعه وقطاع الناشئين والغاء الكوره والغاء مش عارف ايه، بناء على احمد مجاهد. هو احمد مجاهد ما قالش الكلام ده، مع حفظ الالقاب طبعا، ما قالش الكلام ده للاسف الشديد، ودي كانت مشكله كبيره، ان فعلا الانديه كتير بدا فيها تخبط وبدا فيها قيل وقال. يا جماعه عايز اقول لكم ان احنا مش عشان كراسي نحارب في بعض، في ناس كتير مش هممها كراسي يا مي، هممها بس لقمه العيش. في ناس كتير هممها مستقبل ولادها يشوفوهم بصحه كويسه. مش كل ولي امر عايز ابنه محمد صلاح او نجم النجوم، بس عايز ابنه بصحه كويسه يروح نادي كويس. البراعم والناشئين النهارده للاسف الشديد راحت في حته تانية خالص. حصلت كارثه وانا بسميها كارثه. هوريكم صور دلوقتي، صور الاسعاف الجديده اللي اتحاد الكوره عاملها لقطاعات الناشئين في المباريات. واحنا طبعا يا ريت ننزل رقم التليفون على الشاشه عشان في ناس كتير جدا عايزه تخش مداخلات وتتكلم، يا ريت. طبعا مخرجنا الجميل محمد شحاته نزل لنا الرقم لان مهم جدا. صور الاسعاف الجديده، اختراع جديد للاسعاف. ده توك توك؟ طبعا الاسعاف ده عباره عن توك توك بس عاملين له صندوق، معرفش الصندوق ده فيه شاشه ولا قطنه ولا ميكروكروم ولا ده ايه ظروفه. على فكره ده مش كوميديا، ده حقيقي. دي الاسعاف اللي موجوده، وللاسف الشديد حضرت مباريات ما بين اكاديميه سموحه، ما بقولش نادي سموحه لان في ناس واخدين اكاديميه سموحه فرع القاهره وواخدين باسم ناشئ العمال وبيلعبوا دوري، ودي الاسعاف اللي هم جايبينها. طب ده الاسعاف ده بالفرض مثلا ولد اتصاب وركبوه في الاسعاف، اكيد لو الولد سليم على ما يوصل هيموت اكيد يعني، او ان حتى رجله يحصل اي حاجه، ما هوش معقول راكب توك توك وعمال ايه يعني في هيرقص جوه التوك توك يعني بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. ولو وصل، ما هو ده على ما يوصل مثلا من حلوان مثلا لغايه وسط البلد اكيد كده في 4 ايام. ما هو ده كان طلع فيلم قبل كده توك توك مش عارف ايه في فيلم، وقال له ده 55 اسعاف مش فاكر كان ايه بالظبط، وكانوا قال لك ده هيسافر في 4 ايام. طب هو ده، انا عندي ناجل نشاط في ظل اللي احنا فيه ده. انا عارف ان الكلام ده هيزعل اولياء امور، ولكن صدقوني حفاظا على اولادنا، بدل ما يكون في زي كده اسعاف موجود للاسف الشديد بالمنظر اللي احنا شايفينه قدامنا ده، صعب جدا صعب جدا يكون متواجد معانا او في الشكل ده في ناس دفعت اشتراكات ودفعت لاولادها كرنيهات ودفعت كمان اشتراكات للانديه وايجار ملاعب وتحكيم ودفعت كل حاجه، المنطقه خدت حقها تالت ومتلت. إذن أنا بقدم لحضرتك خدمة، ضروري تقدم لي الخدمة بتاعتي برضو على قدر المستطاع. إيه هي؟ عربية أسعاف تكون موجودة. طب إحنا مش هنقول للاتحاد إن هو يحطها أو يساهم فيها، النادي يشارك بجزء والعربية بجزء. عارفين حضراتكم العربية بتتأجر في المباراة بكام؟ مش مبلغ كبير يعني ولا حاجة، أعتقد مش هتزيد على 2000 جنيه في يوم المباراة اللي هم الساعتين. المشكلة النادي اللي بيشارك في الدوري يدفع جزء والاتحاد جزء. المشكلة ان ده يحصل ويبقى قدامنا منظر عربية اسعاف تليق بالحالات اللي لا قدر الله ممكن تحصل. عارفين يعني حضراتكم ولد صغير لو حصل وبلع لسانه لا قدر الله في مباراة، ربنا يحفظ اولادنا جميعا، هيبقى عربية الاسعاف ولا التوك توك الاسعاف الجديد ده هيشيل الولد ويمشي. الله يخرب بيت اللي بدع التوك توك في مصر. من يوم ما قال التوك توك والدنيا كلها بقت كلها تكاتك. التكاتك بقت في كل حته، بقت تخش لنا البيوت وعلى السراير هنلاقي تكاتك، بقت في كل حته. كم الحوادث تكاتك اللي بتحصل منها رهيب جدا. ايه؟ كم الحوادث اللي بيحصل منها رهيب جدا. فعلا بنشوفها على الطريق قدامنا واحنا ماشيين، وناس بتخطف شنط وناس بتجري طبعا. وتخيلي سواقين التكاتك في مصر كلهم شبه بعض. لا ودلوقتي المهزله كمان ان في اطفال صغيره هي اللي بتسوق التوك توك. ما هو ده. انت منزل ابنك يسترزق وانت مش خايف يتخطف هو والتوك توك، انت مش خايف عليه يتقتل. هو ازاي الدنيا بقت كده؟ لا وبطلع من التوك توك مجرم، يعني خلينا نكون ايه صراحه مع بعض. بلطجي صغير كده لسه بيتعلم، يعني في 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 جيل جاي لنا اللي هو جيل التكاتك. جيل التكاتك ده هيبقى واخد بقى يعني مجال كبير قوي القصه اللي دي. فده خدنا لسكه ثانيه خالص اللي هي عربيه الاسعاف المصغره اللي بيخترعها المصريين، احنا في الاختراعات مالناش حل. ما شاء الله يعني بنساعد الحكومه. بس بنساعد الحكومه وبنضر نفسنا. يعني احنا بنساعد وبنضر نفسنا، نظرا لان فعلا للاسف الشديد عندنا اهمال كبير جدا جدا. سرعه اولياء الامور وجنانهم بان اولادهم هيكونوا لعيبه كوره
كبار جدا في مصر، ودي مجننة الناس على أي وضع وأيا كان. برضو ماي، الحاجات المهمة جدا وانت يعني ما شاء الله أخبارك ما بتنتهيش معانا وأول حلقة النهاردة بإطلالة جديدة وبشكل جديد، انت رأيك في الحياة اللي بنشوفها عموما، حابة النهاردة في صائد النجوم توجهي رسالة معينة لحد، تقولي حاجة معينة، ودي هتكون الختام بتاعك. يعني انت النهاردة المخرج بيبلغني بيقول لي سيبها هي تختم، فعايزك النهاردة تقدمي رسالة للمجتمع ايا كان، بعيدا عن الرياضة، بعيدا عن اي حاجة اللي يجي في بالك قوليه، بس اهم حاجة اللي انت تكوني حاساه واللي انت فعلا نفسك تقوليه لكل الناس. نفسي قوي الناس تتقي ربنا، نفسي قوي الناس تخاف على بعض، نفسي الناس تحب بعض، نفسي الناس ما تغلش ولا تحقد على بعض، نفسي نتقي ربنا كده في كل حاجة بنعملها، نفسي ولادنا يبقوا في احسن حال، نفسي ربنا يزيح الغمه والوباء والبلاء عمننا يا رب، ويشفي كل مريض يا رب، ويجعل مصر دايما في احسن حال وفي احسن وضع، ويرجع تاني الاطفال تلعب في الملاعب زي ما انت بتقول، والناشئين يرجعوا الملاعب تاني، وكل حاجه وكل حاجه، حد كل حد يرجع شغله تاني، والدنيا ترجع طبيعيه تاني. بس كل ده عشان يحصل لازم نتقي ربنا. مشكله ان الناس ما بتتقيش ربنا، بس نخاف ربنا، فربنا يعوضنا كل خير عن كل حاجه، ويكتب لنا الخير يا رب، ويصلح حال عباده. الله عليك يا مي. طبعا انا بشكر مي النهارده، بشكرها شكرا جزيلا، طله مفرحه وطله يعني عملت اشراكه كبيره جدا جدا في البرنامج، بشكرها على حضورها النهارده، شكرا جزيلا ليك يا مي. كابتن حاتم سعيده بوجودي معاكم، يا رب اكون ضيفه خفيفه، ويا رب نكون قدمنا لكم حاجه تفيدكم وحاجه جديده، حاجه جميله وحاجه مفيده، وان شاء الله باذن الله مي متواجده معايا بعد اذنك طبعا. ربنا يخليك ان شاء الله باذن الله. سعيد جدا جدا بيكم طبعا. فريق العمل عم عزب، انا بشكرك شكرا جزيلا، ما هديش طول الحلقه ومن قبل الحلقه، بشكر المخرج الجميل محمد شحاته، استاذ سيد نجيب، بشكر كل فريق الاعداد وكل فريق اللي في كنترول روم، طبعا عمرو انا بشكرك شكرا جزيلا، عموره والله العظيم بجد، واسماء وكلكم كلكم كلكم، ميرسي ليكم، تعبناكم تعبناكم تعبناكم، خطفت مني كل حاجه. علاء انا بشكرك يا علاء والله العظيم بجد، شكرا جزيلا علاء. كده مي ما شاء الله خطفت كل حاجه النهارده، وخطفت الحلقه، مبسوط جدا بيها وباجتهادها، وان شاء الله باذن الله سهره حلوه على قلوبكم. صائد النجوم ان شاء الله باذن الله هيكون ليه دايما كل حلقه بريق، استنونا الحلقه الجايه في مفاجآت وفي ضيوف اقوياء، نجيب بقى الضيوف بتاعتنا التقال ونحاورها انا ومي البدوي. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.